السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سؤال من أسئلة الليد: What are the rules of GBCI؟ تمام، هل هو approving the lead rating system ولا overseeing lead cardinal maintenance ولا promoting the trouble bottom line ولا third party technical review of registered lead projects ولا auditing USGBC member compliance ولا administration of the lead exams؟ ايه هو الجي بي سي اي؟ احنا الاول كان عندنا يو اس جي بي سي اللي هي جرين بيلدينج كونسل، يو اس جي جرين بيلدينج كونسل، ده الموقع بتاعه، دي المؤسسة اللي كانت عملت نظام الليد. وبعد كده الناس قالت ازاي هي اللي تعمل النظام وهي اللي تحط الامتحان وهي اللي ترجع الامتحان وهي اللي تحط تقييم المباني وهي اللي ترجع عليه؟ يعني ممكن يبقى فيه نوع من عدم الانضباط وكده، فعشان كده عملوا جي بي سي اي، ده الموقع بتاعه جرين. كان الاول بيلدينج، وبعد كده لما بقى في شهادات غير الليد مش خاصة بالمباني بقت بيزنس سيرتيفيكيشن. طيب الموقع ده او المنظمة دي مسؤولة عن ايه؟ هو ده السؤال. هل هو بيوافق على الليد ريتنج سيستم؟ لا، هو ملوش علاقة بالموضوع دوت. overseeing lead cardinal maintenance دي اول واحدة. promotion the trouble bottom line، لا ملوش دعوة بالمثلث دوت. ولا third party technical review of registered lead project، هو طرف وسيط بين ال USGBC وبين الناس اللي عاملة الليد بروجكت. تمام، دي مظبوطة، هو اتعمل عشان كده. يوتينج يو اس جي بي سي ممبر كومباينس، لا ملوش علاقة، هو administration of the lead exams، هو بيشرف على الامتحانات، هو فعلا هو المسؤول عن الاشراف على الامتحانات، وهو المسؤول ان هو يدي شهادة للشركات اللي هي اجتازت الشروط بتاعتها واللي حققت نقط. تمام، فيبقى انا عندي البي اول واحدة و ال دي والاف، يبقى عندي بي ودي واف.